محمد، احنا رجعنا مرة تانية، لكن هدخل بقى على الشأن العربي والعالمي. هبتدي بليبيا. الخارجية الليبية قالت ان الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم الاثنين يمثل فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق بخصوص مستجدات الأوضاع وسبل دعم مبادرة استقرار البلاد. أضافت الخارجية في بيان ان اجتماع دول الجوار الذي يستمر يومي الاثنين والثلاثاء بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها العسكرية والأمنية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي. وعايز أقول أنه معالي الوزير سامح شكري وصل خلاص صحيح. الجزائر ويعني هيبتدي في مشاركته في هذا الاجتماع. طيب حضرتك، يعني الاجتماع دول الجوار لكن المغرب مش موجودة، وما بين الجزائر والمغرب الآن قطع العلاقات الدبلوماسية. يعني عدم وجود المغرب، يعني المغرب ليست دول جوار. ما هي مش دول يعني جوار، بس شمال أفريقيا يعني. بس ليست دول جوار. الدول الجوار اللي هي مصر وتونس والجزائر، اللي هي الدول المباشرة يعني المعنية بالأزمة الليبية، اللي هي يعني استقرار ليبيا بيعود عليها وعدم استقرار ليبيا برضو بيعود عليها. فأنا بس مش حابب نقحم الأزمة المغربية الجزائرية في المسألة، إن هي بعيدة بعض الشيء عن الأزمة الليبية، وإن كان طبعا يعني في تدخلات وكان في قبل كده اتفاق السخيرات كان داخل المغرب وما شابه، لكن خلينا أقول لك إنه عودة الملف الليبي مرة أخرى للبطولة على المسرح الدولي والإقليمي مهم، لأن الأزمة الليبية حتى الآن لم تنتهي بعد، وإحنا أخشى إن لم تكن هناك تحركات من الآن. إحنا عندنا مفترض وفق اتفاق الأمم المتحدة عندنا انتخابات في ديسمبر المقبل، لكن بيدأنا بقى بيدأنا دي وراها حاجة. لكن أنا حتى الآن المشهد الليبي لم يتغير كثيرا. الداخل الليبي إحنا هناك اتفاق دولي على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا حتى يحقق للمواطن الليبي أن يقوم بعملية انتخابية سليمة لا تخضع لتأثيرات. احنا حتى الآن القوات المرتزقة لم نعرف ولم يقل لنا أحد أنها خرجت. برضو نفس المسألة، القوات الأجنبية في ليبيا، يعني عايزين ننحي يجي واحد يقول لي ما القوات الأجنبية التركية بين قوسين موجودة وفق اتفاق، واتفاق معاون الحكومة الليبية حتى الحالية يعني أكملت على الاتفاق السابق في الوجود. لكن احنا نريد كل من يريد أن يعمل على استقرار ليبيا أن يهيئ العملية الداخلية لحتى تكون هناك استقرار حقيقي. يعني خروج القوات الدولية، خروج القوات الأجنبية وخروج المرتزقة ده أمر مهم جدا جدا حتى الأمور. لو كنا إحنا فعلا هذه الدول جادة فعلا في أن يستقر الوضع الليبي وأن تخرج دولة ليبيا دولة منضبطة تقضي على السيولة وتقضي على الاقتتال الداخلي عندها مؤسسات يعني وتحافظ على أمن جيرانها. لأنه طب هي خطورة الأزمة الليبية إيه؟ أن أنا كدولة جوار على سبيل المثال أنا بعاني من عدم استقرار الدولة الليبية، بعاني جدا، عندي معاناة. أنا بيني وبينها حدود 1200 كيلو في الفترة الماضية شهدت عمليات إرهابية ودخول إرهابيين وما شابه، وشفنا أكثر من حادث في هذه المسألة. أنا معني بالأساس باستقرار الدولة الليبية. يجي حد يقول لي طب أنا برضو عايز استقرار الدولة الليبية وأنا تواجدي كقوات هناك عشان الاستقرار، غير صحيح. هناك اتفاق عام وشامل بين كل الدول على ضرورة تهيئة المسرح الليبي عشان الانتخابات تتم وفق أجندة معتبرة بدون تأثيرات من حد بره أو حتى في الداخل. المواطن الليبي يختار، واللي يختار المواطن الليبي. بس أنا عايزة يعني اللي حضرتك قلته ده عايز أربطه بمؤتمر بغداد وكلمة الرئيس في مؤتمر بغداد، والرئيس كانت له رسائل واضحة للشعب العراقي، قال يجب خروج القوات الأجنبية في حضور إيران وتركيا. كل القوات كل من الأجنبية. موجود كل القوات الأجنبية كل في الدول القوات. احنا يعني احنا بنشهد دلوقتي الشرق الأوسط بيشهد لأول مرة خروج أكبر قوة عسكرية في العالم منه، بينسحب القوات الأمريكية بتنسحب من كل الدول الآن، انسحبت من أفغانستان وشفنا المشكلة اللي حصلت، وبتنسحب من العراق وبتنسحب من سوريا. لا انسحاب القوات الامريكيه هنيجي لافغانستان، بس انسحاب امريكا من افغانستان كان انسحاب غير مدروس، وانسحاب في مساءلات الان لبايدن على هذا الانسحاب. انا عايز اقول ان القوات الامريكيه بتنسحب من الدول التي كانت جاثمه على صدورها. نعم العراق احدى هذه الدول،
منطقة الشرق الأوسط، وكذلك سوريا بالمناسبة، القوات الأمريكية أعلنت أنها تخرج من سوريا. إحنا أمام انسحاب هيعمل مشاكل. ولذلك كان كلمة الرئيس أنه الشعب العراقي يطلع بدوره ويدرك أنه شعب كبير وشعب عريق وشعب حضاري يقوم على يعني يساعد نفسه أن يقف، أن يعود العراق كبيرا كما كان. هو العراق كبير بالفعل، ويعود مرة أخرى ويلتحم داخليا، لأنه خلاص الاحتلال خرج، القوات الأجنبية خرجت، يبقى باقي القوات الأخرى تخرج، عدم تدخل في شؤونه حتى ينهض العراق ويحافظ على التوازن الدولي في المنطقة. حقيقي كذلك في ليبيا، نحن نفس المسألة في ليبيا. يجب أن تخرج القوات الأجنبية وأن يخرج المرتزقة حتى يساعد الليبيين على أن تكون هناك دولة تجرى انتخابات، أي من يأتي يأتي، طالما انتخابات حرة لا تخضع لتأثير من آخرين، يبقى هنا عشان بس الأزمة تنفك ونقدر نتعامل مع الداخل الليبي كدولة، وتتقدم الدولة الليبية توحيد المؤسسات العسكرية. نعم احنا مع توحيد المؤسسات العسكرية، بس مين؟ هل الميليشيات دي الموجودة دي مؤسسات عسكرية؟ لا مش صحيح. المرتزقة اللي موجودين دول عسكريين؟ لا غير صحيح. لذلك انا شايف انه الاجتماع الجزائر مهم جدا ان تعود الأزمة الليبية على الطاولة حتى تدخل القوى الفاعلة وتقوم بحل هذه المسألة حقيقي. قبل الانتخابات.